ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. الدرس الكبير الذي نأخذه من هذا أن بيوتنا العفيفة هي مصانع الرجال، هي رحم وبذور الصلاح، أن بيوتنا التي يبث فيها آي القرآن وينظرون فيها أولادنا إلينا ونحن ركعا سجدا نبتغي فضلا من الله ورضوان، هنا ينبت الصلاح في صدورهم ويقوم في قلوبهم. ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. سبحان الله العظيم، حينما تكون تلك السيرة الحسنة في بيتك فإن هذه السيرة ستكون صبغة قائمة في أولادك. ولذلك أنا لا أتكلم عن صلاح ولدك ولا أتكلم عن دينه ولا عن حفظ الله لذريتك بسبب صلاحك. لك أن تتخيل في سورة الكهف نرددها في كل جمعة: يحفظ الله كنز ولد لصلاح أبيه وكان أبوهما صالحا. فإذا كان الله سيحفظ الدنيا ولدك بصلاحك، فما ظنك بدين ولدك وتقواه لله جل وعلا؟ لذلك علينا دائما وأبدا أيها الأحبة أن نحيي تقوى الله تحت أسقف